يلا متابعين، اليوم بسوي لكم سموذي قدك. اليوم يعني غثيتكم مع القهوة، في ناس واجد تحلطموا يبون سموذي. جبتكم اليوم مشروب من مشتقات سموذي اللي هو مانجو جرام كراكر، لا دقيقة، مانجو جرام شيك. المكونات جدا سهلة عكس الاسم، عندنا فاكهة المانجا، عندنا حليب مكثف او محلى، وبسكوت اللي هو جرام باسم المشروب، وحليب وكريم وثلج. أول شيء بنطحن البسكوت. صار عندنا بهالشكل مرة ناعم، بنقطع المانجا بهالشكل. الله، نضيف أول شيء المانجا والحليب المحلى وثلج وحليب. الحين بنجهز المشروب بالكاس، نضيف المانجا نضيف كريمة ونرجع نضيف بسكوت. بعدين كريمة، آخر شيء رشة من البسكوت. خرافي بما تعنيه تعنيه الكلمة. راعين السموذي وتسمعون السموذي واجد، هذا مشروب لكم، حقنا قهوة جايين لكم إن شاء الله الفيديو الجاي. يعطيكم العافية.